عندنا استعدادات يعني فيما يخص التغطية الأمنية لاحتفالات ديال نهاية السنة اللي شاركت فيها جميع المكونات الأمنية البشرية منها واللوجستيكية والتقنية حتى تمرت المناسبة في أحسن الظروف. الهدف ديالنا احنا هو حماية المواطن وباش تمر المناسبة في أحسن الظروف، وكذلك كي لاحظتوا كاين جميع المكونات اللي غادي تقوم يعني بواحد التغطيه، منها المرور، الدراجيين، الدوائر، الشرطه القضائيه، جميع المكونات ديال الشرطه ان شاء الله باش تكون الامور في احسن الظروف وما يتعرض حتى شي مواطن لشي حاجه اللي يمكن تمس بالسلامه ديالو والامن ديالو. الحصيص جميع المكونات الامنيه راه مجندات ومسخره، يعني الجميع كل شيء. كتلاحظوا بان كاين سدود قضائيه، سدود اداريه، كاين دراجيين اللي كيجيبوا هنا، كاين دوريات راجله، دوريات محموله، عناصر المدنيه، عناصر بالزي، الفرق التدخل اللي هما عندهم واحد العمل يعني خاص وفواحد المستوى عالي. وانتم غتشوفوا في الشارع العام غادي تلاحظوا بان راه الامور كانت تغطيه امنيه، وان شاء الله كل شيء غادي يكون في امان الله وحفظه.